انت حظك وحش في اصحابك يا حمو؟ حظي منيل وبستين نيلة. هما بيستغلوا الطيبة بتاعتي واللي انا ساعدهم واقف جنبيهم، وفي الاخر كلهم بيبيعوني عشان انا اهبل. يعني استاهل، انا اللي استاهل. حظك وحش ولا عدوك ابن كارك؟ لا حظي وحش في الناس كلها. كلهم وكل الناس انت ساعدتهم؟ كله. مفيش حد ساعدك؟ لا مفيش بقى غير يعني فيجو. ده غرور ده ولا ايه؟ مش غرور. امال ايه؟ لا ده غرور اللي انا شايفاه ده. خلاص انت شايفه، انت مغرور. خلاص انت شايفه غرور. غرور عشان انا شايف ان انت بتدافع عنهم. يعني انت بتدافع عشان هم مش موجودين. لا انت ما عشتيش اكتر ما احنا عشنا. ما فيش حد اصدقك ازاي؟ هو في حد بيساعد كل الناس كده؟ انا ساعدت. مفيش حد بيساعد. انا ساعدت دول. ساعدت مين؟ حسن وعمر. يعني انت اللي طلعتهم؟ اه. عمر ده كان باخد 400 جنيه. ايه؟ كان باخد 400 جنيه عمر ده. وصل دلوقتي نمرته بقى يطلعه اكبر. بكام بقى دلوقتي؟ يعني 40 50. يبقى فين بقى؟ شفت الفرق بسببك إيه؟ اه شفت الفرق فين؟ فرق كتير. الفيديو اللي بعده عمر كمال الاول كان بيعمل الاغنيه ما بتجيبش 10,000. بيقول لك انا لو ما جبتش 50 60 مليون يبقى انا كده ما بتسمعش. انت من امتى يا عم عمر؟ وعاوز اقول لك حاجه تاني يا عم عمر، انت على البرنامج طلعت قلت لحمو استاذ عمرو اديب بيقول لك هو بيكا بيغني، قلت له لا ده ما بيعرفش يغني. سيبنا لك انت الغنى يا عم عمر. انا عاوز بس الناس تيجي تتفرج عليك وانت واقف قدام المايك بتغني. وانا يا عم طوبى اللي انا اغني مع شخصيه زيك تاني ولا اللي انا اعمل معاك حاجه تاني؟ بدل ما انت راجل بتقول عليا ان انا ما بعرفش اغني، ما انت جيت لي ليه الاول؟ انت نسي لما كنت جيت لعم عمر بس انا ضيفتك وقابلتك وعملت لك التراك، اول تراك عملته معايا نجح. زي ما ناس كده بلاش ذكر اسامي قالت لك روح لحمو بيكا، وانت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطه المهرجان، انت المهرجان انت. وانت ده كنت بتشتغلني مثلا؟ طالع قدام الناس على الهوا تقول لهم حمو بيكا ما بعرفش اغني؟ وانا لو تراكي والنجمة طبعا سمية الخشاب لما عملت معاك الأغنية انت برضو طلعت خبطت عليها وقلت مش عارف ايه وايه. انت يا ابني ما بيتمرش بك اي شيء اصلا. رافع بيقولوا انك زعلان من عمر كمال لانه قال الحق. مين اللي قال الحق؟ انك انت ما بتعرفش تغني. وربي اللي خلاني ما بيعرف يغني. صوته حلو. ايه صوته حلو؟ ايه صوته حلو؟ هي مش بالصوت. صوته حلو. مش بالصوت. امال بايه؟ الغنى بايه؟ انا صوتي على قدي. اه ليا جمهور كتير والناس كلها بتحب. طب ما هو ده اللي هو قاله. انا اقف تقف قدام المايك تسجل في الاستوديو؟ لا ولا حد يعرف يصد معايا فيهم هما الاثنين اصلا، وانا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بس اسرع واحد فيهم. اسرع واحد انك تقول الكلام يعني؟ أنا هي دي السرعه؟ اه طبعا السرعه والاداء. طب اديني كوبلهين كده سرعه واداء. سرعه والاداء. اه انا بيكا ماي لاف الفانز، انا صورتي شعر على الكنز. لا 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 ده ادائي. اي حاجه بقى من الزمن الجميل؟ لا ما اعرفش. طب حاجه من الاغاني الشعبي؟ ما اعرفش.